بسم الله الرحيم. بداية كنبغي نشكر الفريق ديال الجيش الملكي على الروح الرياضية العالية ديالو اللي قدم خلال هذه المقابلة. بالنسبة لنا حنايا ليكيب ديال هذه السنة وإلا شنا يعني المسار ديال جميع المقابلات كان أنه المسار كان كله إيجابي بدون هزيمة، فكنظن أنه الفريق يستاهل هذا التتويج. الفريق اجتهد، فريق يعني جميع المكونات ديالو اللي من لاعبين من مكتب مديري مسير من طاقم تقني طاقم طبي كذلك شارجي دو ماتيريال ils ont fait un très bon effort donc on mérite cette victoire et c'est la première je crois pour l'équipe de KCM et c'est très bien on doit se préparer pour le championnat inchallah le samedi prochain. السلام عليكم. تنهديو هذا التتويج لمدينة مراكش والجمهور المراكشي، وتنتمناو هذا الألقاب ما يتحدوش مراكش، هذه هي البداية. والحمد لله الحمد لله وصلنا اللي بغينا، الخدمة ديال العام كامل بانت في هذا الأخر هذا، وتنتمناو نديو الدوبلي إن شاء الله باش نفرحوا المدينة ونفرحوا حتى حنايا ونرجعوا فرحانين لجيورنا. وميرسي بوغ لي ستاف، ميرسي بوغ الكيني، ميرسي بوغ المصور، ميرسي بوغ شارجي دو ماتيريال، ميرسي بوغ تو. حيت هما اللي وصلونا لهذا الشيء اللي حنا فيه، وتنتمناو ان شاء الله نتلاقاو في الشامبيون ونديوها تايا ان شاء الله. باي باي. حنايا فرحانين بزاف منين دينا كاس العرش، وتنتمناو ان شاء الله الفينال نكونوا في حسن ديال الجمهور كوكب بالاخص، وحنا واجدين ان شاء الله، وان شاء الله حنا اللي غادي نتيوها الى بغاسات ربي. ميرسي. الحمد لله الهدف اللي كنا كنطمحوا ليه طول السنه وصلنا اليوم وحققناه، وهو الانتصار على فريق الجيش، وحققنا اللقب ديال كاس العرش اللي هو اول مره غادي يحصل عليه النادي المراكشي. وهذا اللقب كنهديوه لجميع الساكنه ديال مراكش بما فيهم الناس المسؤولين، وكنتمنوا منهم شي التفاته على هذا الانتصار اللي درنا بحكم اننا دينا البطوله ورحنا دينا كاس العرش ومازال كتسنانا الفينال تاع البطوله، فكنتمنوا انهم يهتموا بنا شويه. وشكرا بزاف. فبصباح الرحيم انا جيت سعيد، تنشكر اللاعبات على المجهودات الجباره، تنشكر جميع المكونات ديال فريق كوكب مراكشي، وهذا اللقب الغالي غالي لاول مره تحصل عليه فريق الاناث. برافو برافو ليفي، وهذا الكاس هذا اللي ان شاء الله اللي غادي نجيبوه لمدينه مراكش وتستاهل مدينه مراكش، وتنهديه لجميع المكونات ديال فريق كوكب مراكشي ولا جميع الساكنه مدينه مراكش ولا الجمهور المتعاطش ولا جميع الترا ديال كريزيبوز، تنهدي هذا اللقب. وبرافو ليفي برافو ليفي برافو ليفي. شكرا صابر على هذا. ميرسي صابر. حنا فرحانين بزاف بهذا التتويج، راه ماشي اي كاس، راه كاس العرش، وحنا فرحانين بزاف، وان شاء الله نهار السبت تا هو باش نديرو الازدواجية ونرجعو لمراكش ان شاء الله بجوج كؤوس ونفرحوا ساكنة مراكش ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة انا فرحانة بزاف على رقم هذا الكاس هذا، صراحة أول كاس البنات ديال الكوكب المراكشي، فرحانة بزاف والله ما نقدرش. Moi, en tout cas, je suis très heureuse. Je ne sais même pas quoi dire, Wallahi. Mais, Inch'Allah, le travail continue. On va travailler encore pour le match prochain, Inch'Allah. Vraiment, je suis très, très heureuse. Je remercie toute l'équipe et toute la communauté. السلام عليكم. كنشكركم بزاف. انا فرحانه بزاف بزاف بهذا الانتصار هذا اللي صراحه نستحقوه، لحقاش خدمنا العام كامل. وكنشكر البنات كلهم لان حتى هما دمروا، وكنهديوه لمدينه مراكش هذا الفوز هذا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على التتويج هذا اللي المراكشيين سينيهم وهما تيتسناو هذا الكاس، والحمد لله كنا عند العهد ديالنا ووفينا به. لانه في الاول ديال السنه كنا بانه راه حنا ان شاء الله غادي نحاولوا نجيبوا الازدواجيه، والحمد لله تأتنا الكاس العرش، ونهار ان شاء الله راه غادي نلعبوا النهائي ديال البطوله، وغادي تكون ان شاء الله الحليفه ديالنا. ومن هذا المنبر نشكر جميع اللاعبات والاطر التقنيه والمكتب المديري على التفاني ديالهم باش وصلنا لهذه النتيجه هذه، والحمد لله على كل حال. الحمد لله والشكر لله. شوف بدء تنشكر مراكش الرياضيه اللي دائما في المتابعه ديالنا، وتنشكر الله تعالى على هذا التتويج اللي السنين هذه وحنا تنتسناوه،
والكأس العرش راه الكأس الغالي على كل المغربي، والكأس الغالية على 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 المغاربة. وهاد الكأس هادي إن شاء الله غير بداية إن شاء الله، وغادي إن شاء الله تكون تتويج إن شاء الله مزدوج الكأس والبطولة يوم السبت المقبل إن شاء الله، نهاية البطولة الوطنية إن شاء الله. وتنشكر الله تعالى اللي وفقنا ووفق هاد البنيات هادو لتداروا هاد النتائج الطيبة، والفضل بعد الله تعالى ترجع للسيد الرئيس اللي في الحقيقه دار الغالي والنفيس باش يوصل هاد النتائج هادو. ونتمنوا ان شاء الله المستقبل يكون احسن بكثير.